إذا بالعودة إلى ضيفنا الخبير الاقتصادي عمر الحلبوسي الذي ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد للحديث أكثر معه عن الأزمات الاقتصادية في العراق. حياكم الله أستاذ عمر، وكل عام وأنتم بخير. حياكم الله أستاذ الفاضل، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير. اللهم آمين أجمعين. أستاذ عمر، كيف يمكن تفسير غياب الرؤية الاقتصادية في العراق والذي أكدته صحيفة اندبندنت عربية بقولها إن العراق يعاني من بطء شديد في النمو الاقتصادي بسبب الفساد وضعف الإدارة المالية؟ يا سيدي الفاضل، ما يحدث في مجال الرؤية الاقتصادية هو غياب متعمد أو تغييب متعمد من قبل هذه الحكومة، ويأتي هذا التغييب بتوجيهات وأوامر إيرانية، ويهدف ذلك لجعل العراق منخفضا اقتصاديا وإضعافه على السياسية والعسكرية والاقتصادية لكي يلعب إيران. فليست فقط السياسة الاقتصادية ضعيفة وغياب رؤيتها، بل أيضا السياسة النقدية والسياسة المالية هما غائبتان تماما أيضا. وما يحدث من عملياتية عبارة عن قرارات متخبطة تسببت بحذر من التراجع على الصعيد الاقتصادية، وهو ما يفسر أيضا تراجع قيمة الدينار فضلا عن تدمير الصناعة العراقية. وجود لأي رؤية حكومية للنهوض بالقطاع الصناعي والزراعي والقطاع الخاص العراقي، بل ما يوجد هي عملية تدمير ممنهج حقيقي تشرف عليها إيران. وما هذه الحكومة إلا أدوات تنفيذية تابعة لإيران تسهم بشكل مباشر بتدمير الاقتصاد العراقي. يبقى الرؤية الاقتصادية كثير حقيقة من الدراسات التي قدمت وخبراء عراقيين من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي، لكن هذه الحكومة لم تتعامل مع وضعت أشخاص غير قبول الشخص في مجال بمناصب حساسة، مما أدى ذلك إلى تدمير الاقتصاد العراقي. طيب، نحن نعيش في جدا. نعم أستاذ عمر، يعني صحيفة اندبندنت عربية أيضا حذرت من أن اعتماد العراق على النفط وارتفاع ديونه الخارجية بشكل كبير قد يدفعه لإعلان الإفلاس. برأيك وبخبرتك الاقتصادية، يعني هل بات العراق قريبا فعلا من هذه المرحلة من إعلان الإفلاس؟ نعم فاضل، أنا سبق وأن تحدثت لكثير من وسائل الإعلام وقبل يوم قناة الرافدين قلت أن 25 سيكون عام انهيار اقتصادي وانهيار القطاع المصرفي وقطاع العقارات، وانهيار كبيرا سوف يشهده العراق. والسبب بذلك أولا الاعتماد على وهو ما يجعل العراق حد العالمية، هذه أولا. ثانيا الفساد المستشري بكافة القطاعات الحيوية في البلد التي جرى تدميرها والاستفادة منها. النقطة الثالثة هي صعود الاقتصاد، وهو ما يسمى بالحقيقة العلمية بالاقتصاد الأسود الذي تديره الأحزاب والفصائل المسلحة. هذا الاقتصاد الذي نما على حساب تدمير الاقتصاد الوطني. نعم العراق مقبل على انهيار كبير جدا في ظل اعتماده على النفط إلى ذلك. حتى طيب سيد عمر، كيف يمكن تدارك هذا الخطر خاصة مع اشتداد كما ذكرنا الأزمات الاقتصادية وغياب المستثمرين عن العراق، أو بالأصح طرد الاستثمارات إن صح التعبير؟ هناك تقطع بالصوت. بجميع الأحوال أشكرك جزيل الشكر ضيفي عبر الهاتف، كنت معي من بغداد الخبير الاقتصادي عمر الحلبوسي، شكرا جزيلا لك.